السؤال اللي خطر على بالي لليوم جدا جدا مهم، واللي هو لما ننحف ونخسر وزن الدهن اللي بجسمنا وين بيروح؟ يلا نسمع اجوبتكم. طب اليوم بدنا نسألك سؤال، لما ننحف ونخسر وزن الدهن اللي بالجسم وين بيروح؟ وين بيروح؟ بلشنا ولا لسه؟ ولا شيء. إذا راح بتلوث للبيئة يا جبل. مشكلة إنه هي طالعة من المحل جايبة بيتزا عن جد قهوة، هاي مشكلة. إيش طالبينك؟ طالبين سلام يجاوب. يعني الجسم بيحرقه مثلا، بيطلع عن طريق عرق، بيطلع عن طريق يعني سوائل الجسم، هيك امور. لما ننحف بعيد عني ايش غيره؟ بنزل عن طريق الفضلات اكيد، يعني هو الطريق الوحيد له. اذا كنت تعمل مثلا حديد ممكن تتحول لعضل اذا بتنحرق. هلا النظريه بتحكي بتبخر، بس هو فعليا بيطلع من خلال العرق والفضلات للاسف. نفس الشيء ممكن تتحول لسوائل كمان، بس لما نكون لعب رياضه لا بتتحول لعضل. يس حسيتك كثير صفنت في السؤال. ما هو بتطلع الشكل عرق. طب بس يروح بجاوبك لانه لهلا مش عارفه اوديه. خليل صار معنا دائم بالفقره، يعني كل حلقه. هيو خليل. حمزة. لا حسيته بطلع باشياء تانية، حتى طاقه وحرق الدم مرات. بس على كل حال مش انا الصح اللي اجاوبك، عشان انا لهلا مش عارفه كيف بدي ادوبهم هدول. حمزه كل ما نكون بالويب لازم نساله. فاليوم يا حمزه بدنا نسالك انه الواحد لما ينحف. اوكي انت شكلك عمرك بحياتك مش عامل دايت. هلا مثلا لما بتاخذي ادويه منحفه بتحس انه كثير صار في دخول للحمام وفي نزول فضلات كثير، فبنزل دون اطري الفضلات. يعني احيانا مش كل انسان اي اشياء بعرفها، وانا يعني باسف اني مش راح اقدر اجاوبك على هذا الجواب، لكن بجاوبك جواب مهم جدا، انه الانسان احيانا يقول لا اعلم، ومن قال لا اعلم فقد علم، كما قال سقراط. وارسطو قال اني اعرف شيئا واحدا هو انني لا اعرف شيئا، فبده يظل الانسان يتعلم. فشكرا انك سالتيني، فبدي ابحث اشوف وين راح يكون لما تنسال سؤال. لانه في مقوله اخرى بقول لك كثره السؤال تورث العلم. دهن صارفين عليه بدنا اياه يطلع مره واحده، حرام. لا انا مني وعلي يطلع وين ما بده، باي طريقه بده يطلع يطلع. طب بس يعني بهدول الطريقتين ما بتحس في طريقه ثالثه ممكن انه تكون موجوده؟ هلا في نظريه الحرق بس مش مستوعبها انا، فمش راح احكي عنها، بس كيف ما بعرفها بصراحه. الجواب الصح لسؤالنا لليوم هو انه نحن لما ننحف الدهون بتتحول لطاقه، والجسم بينتجها بطريقتين، الطريقه الاولى من خلال التنفس لما نخرج ثاني اكسيد الكربون، والطريقه الثانيه هي بتتحول لمي وبننتجها عن طريق البول والتعرق. واستنونا بحلقه جديده من سؤال خطر على بالي.